نصفه حتى اي اثنين ستين هذا تجيله على طول تجيله على 50 مثلا كذا امسك دي خليك ماسك ماشي انا اعمل اعملها كده انت اعملها زي ما انت عملت كده كده المية فوق ولا تحت؟ تحت المية تحت ينفع لو هزيت ايديا كده ما ينفعش المية تبقى ما بينهم ما ينفعش بص اعمل كده هي. لو انا شديت ال 20 جنيه مره واحده كده ممكن تتقطع او ممكن الناس تفتكرها خفت يد ده انا شدها بالراحه قطع 20 جنيه؟ لا سليم حد نحفظ ورق؟ لا هات لي ماشي امسكها امسك خليها معايا هيا اعملها دي كده هي انت اعملها زي برضه اعملها جامد يعني جامد هي دي لونها ايه؟ 100 وكام؟ 120 هي مثلا اعملهم كده هي فين ال 100 فوق ولا تحت؟ هي ينفع لو هزيتها كده ال 100 تبقى ما بين ال 20؟ ما ينفعش بس عايزاها كده جامد مستحيل هي يعني اقطع دي وهنشدها كده روح ما ينفعش تطلع ما تخافش على فلوس كانت سايمة سليمة دي سليمة